كان الكف علي ينزل. وتجوزت واخدت الزين وحب للزين وجاب غلام وصار يقول لي يا بابا ولا امشي من هون لأزيحة. دارت فينا هالأيام صار في عندي كتير كلام. اليوم رح نسترجع ذكريات طفولتنا الرائعة وشوية ألعاب خفيفة لطيفة كنا نلعبها مع بعض. دفش، شلاليت، طرس، لعبة المطافشة، وهي عبارة عن ضرب غالباً ما تتم بين الحصص أو بالفرص المدرسية أو بحصص الأساتذة اللي مش فاهمين القصة، كل مزح طبعاً. لعبة الجحشة، يقف الفريق الأول منحني الظهر والفريق الثاني يجلسوا على ظهورهم، بكسروهم، بطبشوهم حتى يصيبهم شلل الأطفال، وعندها بسجلوا نقطة. لعبة الكفوف، واحد بمد إيديه والتاني بنزل سلخ كفوف، قوي قلبك، شد إيدك، اسلخ، واللي بقول أخ بيكون. مجموعة ألعاب لطيفة خفيفة تتطور إلى طوش جماعية كل يوم خميس بعد الدوام خارج أسوار المدرسة، زي ما تقول نشاط لمنهجي. منكبر ومنتطور أكتر، منصير نطافش بالشوارع ونتجحش على طابور مخبز. أو معاملة حكومية. نتجوز وبتصير لعبة أولادنا المفضلة. بابا اعمل لي سيخ شاورما. هذا يعني لعبني لعبة المطافشة على التخت. من عيوني يا بابا. أضع ابنك على التخت وتقوم بجميع أنواع اللكمات والغرغرة والتفقيص حتى يرفع راية الاستسلام. يا أخي، ومنستغرب ليش أخبار العنف عم بتزيد بالمدارس والضرب والتكسير بالجامعات وطوش على مستوى الحارات والعشائر والمحافظات. صدقني غريبة. بابا، بابا عمر ضربني على رجلي. شو؟ ولا هبيلي أنت، دافع عن حالك، اضربه، احكي له أبوي رح يجي يكسر راسك. أو أقول لك يابا أنت لعبوا لعبة سيخ الشاورما وما عليك.